يلا شوفوا الرقم 20 يا شهدان. والله طلعت اتصال. انت مكشوف ليش الحجاب شنو؟ يلا هو طلع اتصال شهدان. طلع اتصال. يلا ننتظر ابو الماليه يتصل. يلا خلينا نسمع ابو الماليه ايش راح يقول شهدان. تمام. الو. اي اي اوه واو. شكرا شكرا شكرا. طبعا شهدان بما انه انت راجعه من الشغل وتعبانه كلش ووالدتك ايضا تعبانه بتحضير الاكل لموعد الافطار، فلذلك ابو الماليه يسلم عليكم كلش هوايه ده يقول على مود هاي راح ننطي لك ليره ذهب يا شهدان. الف الف مبروك. ليره ذهب. مبروك. الف الف مبروك. تصرفيها بالعافيه يا رب يا شهدان. شكرا جزيلا على المشاركه الحلوه. تسلمين. شكرا.